مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم مره تانيه وصحتك معانا دايما بالدنيا. النهارده هنتكلم معاكم عن فوائد الرمان اللي هتخليك تاكله على طول وكل يوم. كمان اشارت الجمعيه الالمانيه للتغذيه ان الرمان بيعتبر من الفواكه المفضله عند كتير من الناس، لكن اللي ما يعرفوش بقى ناس كتير ان ثمره الرمان غنيه جدا جدا بالعناصر الغذائيه المهمه للصحه. أولها بتقوي جهاز المناعة، لأن الرمان غني جدا بمضادات الأكسدة الهامة بشكل خاص عشان تحافظ على صحة خلايا الجسم ومساعدتها كمان على مقاومة البكتيريا والفيروسات. وطبعا لازم نشير ان الرمان غير انه بيبقع، طبعا بقعته ما بتطلعش، بيفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بثلاث مرات. طيب ايه تاني من ضمن فوائده؟ بينظف الأوعية الدموية للرمان، طبعا تأثير قوي على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن بيساعد تناوله بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول بالدم، وبالتالي بيقل خطر ترسبات الأوعية الدموية. ثالث فايدة مهمة جدا جدا وهو تأثير مضادات للالتهاب، لأن بيعتبر الرمان مضادات الأكسدة الموجودة فيه مهمة جدا لمعالجة الالتهابات. حتى في دراسة أظهرت فايدة الرمان في علاج حالات التهاب المفاصل وتقليل الآلام بشكل كبير جدا. طيب من ضمن فوائده كمان خفض ضغط الدم اللي بقى عند يعني نص او ثلاث ارباع الشعب المصري او في الوطن العربي كله، من خلال تحرير الاوعيه من الترسبات، وبينخفض ضغط الدم تلقائيا لما بيتدفق الدم بدون اي عوائق. واخيرا التاثير على الخلايا السرطانيه، اظهرت كتير من الدراسات قدره الرمان على محاربه الخلايا السرطانيه، واثبتت دراسه كمان اجريت سنه 2012 ان الرمان ساعد على الحد من انتشار خلايا سرطان البروستات. لكن يا جماعه نركز في اللي جاي بقى، لازم نتاكد ان عارفين طبعا ان الرمان مع فوائده الكبيره دي ما هواش العلاج للسرطان، عشان الناس بس ما تقطع الكلام، او امراض الاوعيه الدمويه وارتفاع ضغط الدم، ولكن هو ايه؟ هو ثمره مفيده جدا لو تم تناوله ضمن نظام غذائي صحي مع الالتزام على طول بارشادات والادويه للدكتور بيديها الاثنين متزامنين مع بعض، بعد اقدار الله ان شاء الله يكون فيها الشفاء. نتمنى الصحه والسلامه لكل مشاهدينا ومتابعينا. نطلع معاكم الفاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا.